la série de communication inscrite au programme de la journée. تحيين وتطوير المحتوى المحلي من خلال إعطاء الأولوية للمؤسسات المناولة الجزائرية في مشاريع سوناتراك هو محور ملتقى نظمه مجمع سوناتراك حول استراتيجية تطوير المحتوى المحلي في إطار مشاريعها من خلال مرافقة المؤسسات المناولة لتحسين خدماتها. كما لاحظتوا يعني في المرحلة هذه في البريزنتاسيون اللي قدمناهم يعني نسبة كبيرة يعني تقريب في الخدمات هي نحن يعني تجاوزنا 70% يعني من هذه الأعمال من الخدمات يعني تنجزهم الشركات الوطنية. من ناحية الدراسة فيه تقريبا 52% من مشاريع تنجزها شركات وطنية، الباقي شركات أجنبية. أما من ناحية يعني إنجاز المشاريع اللي هو يبقى في الناحية ضعيفة تقريبا 42%، يعني نعمل في هذا المجال يعني نوصل إن شاء الله أكثر من 60% في السنتين ثلاث سنوات القادمة. تخصيص 10% من مشاريع سوناتراك لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ناهيك عن تشكيل مديرية جديدة تعنى بمرافقة الشركات الناشئة يدخل ضمن استراتيجية المجمع. من ناحية المؤسسات الناشئة يعني هي اللي تكلموا عليها الستارت اب، عندنا رؤية أنه فيه مديرية جديدة لمواكبة ومرافقة هذه المؤسسات وإعطائها الفرصة وكذلك فتح المجال أولا ل بحث مشاريعها وبحث تطويرها في مع سوناتراك المديرية مديرية التطوير على مستوى سوناتراك، وكذلك إذا تحصلنا على نتائج يعني مهمة من الحلول اللي تقدمها هذه الشركات الناشئة يعني مستعدين باش نشريو المنتجات نتاعها ونساعدها في هذا الميدان. إعطاء الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق دفتر شروط يضمن الجودة والسعر، من شأنه تقليص تكاليف المؤسسات الأجنبية التي تتقاضى مستحقاتها بالعملة الصعبة.